ايوه يا ليلى، يعني قدامك قد ايه؟ طب خلاص يا ليلى، خلاص خلاص، اوكي، يلا باي باي. اروى لو سمحتي خدي اخوكي ركبيه الباص. يعني ايه؟ هي ليلى مش جايه؟ اتاخرت في الطريق. وانا مالي انا؟ النهارده يوم اجازتي. انا اي نيد تو ريلاكس. هو مش صغير يطلع يركب الباص لوحده؟ لا هو مش متعود على كده. اوكي يا ماما، بس لما ليلى دي تيجي لازم تدي لها كلمتين. هي مش المفروض انها تاخر على ميعادها اصلا. انا اكيد هعمل كده. يلا يا بيبي. انا مش بيبي. يلا. Have a good day. صباح الخير. صباح النور يا هشام. هشام. ها. انا بفكر ان احنا ننقل تميم من المدرسه اللي هو فيها دي السنه الجايه. ليه؟ تميم على طول في مشاكل وخناقات، وانا بصراحه ما بقاش عندي طاقه للحكايه دي. وانت ايه اللي يضمن لك ان المدرسه الجديده مش هيبقى فيها مشاكل برضه؟ هنعمل ايه يعني؟ ادينا بنجرب. ايوه نانسي، بس دي تالت مره ننقل الولد فيها، وبرضه بنجرب ونشوف. وبعدين كثره التنقل بالنسبه له مش كويسه، ما بيلحقش يعمل اصحاب، ما بيلحقش يندمج معاهم. انا بصراحه بقى مش مستحمله الحكايه دي. وبعدين المدرسه دي كمان عقلهم صغير قوي، كل ما تحصل مشكله يبعتوا يستدعوني. معلش استحملي شويه. هي مش ليلى كانت كلمتك على حل الموضوع تميم؟ دي قاريه لها كتاب علم نفس وجاي تطبقه على الولد. هبسألها لما تيجي. هي مين دي اللي هتسألها وعلى ايه؟ ما انا بقول لك انه كلام فارغ. حبيبتي كنت لسه هكلمك يا شاري. هو الباص اتأخر ليه؟ معرفش. سلام يا خالته. ايه اتأخرتي ليه؟ اصل الطريق كان زحمة جدا. معلش. طب هو ايه الموضوع اللي كنت عايز تكلمني عنه؟ مفيش، انا المفروض اخلص البروجكت بتاعي في اسرع وقت، فلو تقدري تقنعي الشباب صحابك ان هم ينزلوا يرسموا تاني يعني، وانا هشيل المصاريف كل حاجه، كل حاجه، المعدات والالوان وكل حاجه. تمام. هو على العموم احنا كده كده بنتكلم على الجروب بتاعنا، واخيرا قدرنا نلاقي ميعاد يناسبنا كلنا. لو تحب يكون هو ده اليوم اللي هتصور فيه، انا هقول لهم واتفق معاهم. يا ريت. طيب انا المفروض كده كده هصور على كذا يوم، فممكن تكون دي البدايه. ليلى انا مستقبلي كله بين ايديك. يا طمن، انت في ايد امينه. ماشي. سي يو. سلام. صباح الخير. صباح النور يا حبيبة مامي. أنا عايزة أتكلم مع حضرتك في موضوع. بس كده؟ خير يا حبيبتي. مالك طلبني امبارح للجواز؟ أنا كنت متأكدة إن هيجي اليوم اللي يطلب طلب زي ده. بس المهم في الموضوع كله هو أنت. رأيك إيه؟ مالك مناسب لأي بنت؟ المهم يبقى مناسب ليكي انت يا لينا. بتحبيه؟ مش قادرة احدد مشاعري من ناحيته، يعني مش عارفة لو كان حب ولا اعجاب ولا حاجة تانية اصلا. ما هو محدش غيرك هيعرف يحسب طبيعة مشاعرك من ناحيته. يعني انا مثلا قبل ما اتجوز راجي كنت معجبة بيه جدا، اجتهاده في شغله، طموحه، خلاني احس ان في شبه كبير بينه وبين بابا. عشان كده اول ما تقدمني ما ترددتش ان انا اتجوزه على طول. يعني اللي بينكم قبل الجواز ده كان اعجاب مش حب؟ في الاول كان اعجاب، بس لما اتجوزنا وقربنا من بعض حسيت انا قد ايه بحبه.
ولولا موضوع علي كان زمان الحب ده أقوى من كده مليون مرة. بس في الآخر أنا مقتنعة جدا إن اختياري الراجل كان صح. وبعدين محدش فينا اتخلى عن التاني رغم كل الظروف اللي احنا مرينا بيها. عشان كده يا لينا أنا عايزاكي تفكري كويس قوي وعلى مهلك وتتأكدي إذا كان مالك ده هو البني آدم اللي أنت عايزة تكملي معاه بقية حياتك ولا لأ. وتفتكري موضوع زي ده ممكن يفرق معاه؟ هيفرق معاه جدا. مش شرط على فكرة، دي حتة مسابقة رسمة هيشترك فيها. طب خلينا بس نشوف ليلى قصدها ايه الأول. تميم مشكلته في المدرسة إنه غير مندمج مع زمايله، والأطفال في السن ده بيفسروا عدم اندماجه بأن شخصيته ضعيفة، وده اللي بيخليهم يضايقوه من غير حتى ما يعمل لهم أي حاجة. وعلشان نظرتهم ليه تتغير لازم نظرتهم نفسه الأول تتغير، وده هيحصل عنده لما يحس إنه موهوب ومميز في حاجة مش موجودة عند بقية زمايله، وهيحصل عندهم لما يلاقوا إن تميم اللي فاكرينه غلبان وفي حاله كسب مسابقة رسم على مستوى مدارس كتير والكل بيكرمه. طيب يا ليلى أنا موافق على الكلام اللي أنت بتقوليه ده، وبعدين احنا ما عندناش اي حاجه نخسرها، وانت طبعا اقرب للسن ده واكيد هتفهميه اكتر مننا، واي طريق يوصلنا ان حاله تميم تتحسن انا مستعد امشي فيها. طيب عن اذنكم. يا ريت ما تنفخش فيها اكتر من كده، انا كده مش هعرف اطلب منها حاجه. في ايه يا نانسي؟ واحده بتعرض عليا موضوع فيه مصلحه تميم ابني اقتنعت فوافقت، فيها ايه دي؟ فيها انها تفهم ان احنا مش عارفين نتصرف مع تميم من غيرها، وده صنف مش سهل. انا فاهمه كويس. ايوه يا نانسي، احنا مش عارفين نتصرف مع تميم، ولو في اي فرصه ممكن تحسن حالته فيا ريت ما نضيعهاش. حبيبتي انا ما رضيتش اتكلم قدام بابي ولا الزفته اللي اسمها ليلى دي، بس انت لازم تشوفي لك حل. انا مش هقدر اشوفها تقف مع مروان تاني واسكت. ممكن تهدي اروى يا حبيبتي شويه وتستني لما مروان يخلص المشروع بتاعه، وبعد كده نشوف الحكايه دي هتستمر ولا لا، ولو استمرت انا يا ستي اللي هتصرف. ماشي اما نشوف. داليا يا بابا ايه؟ ايه اللي منامك كده؟ ما نمتش ساعتين من امبارح، كان عندي شغل كتير قوي لازم يخلص، فما نمتش غير ما اخلصه. زي ما انت شايف كده اول ما وصلت المكتب ما قدرتش اقوم من النوم. لا على اللي انا شايفه فانا شايف ان انا حظي حلو قوي. ليه؟ عشان شفت كنت صاحي من النوم، شكلك حلو قوي الصراحه. هحاول اصدقك بس ده ما يمنعش ان انا لازم اروح التواليت اظبط ميك اب واغسل وشي كده عشان الموظفين ما لهمش ذنب. ده حقك يا بابا. مستر راجي عايز يقابلك دلوقتي. دلوقتي يعني؟ ايوه. هو في مكتبه؟ اه مستنيك. ماشي. بس ما قلت لي ان حضرتك عايزني. اه اقعد. عملت ايه مع داليا؟ تمام، دخل عليها الشوية اللي عملتهم عليها وخلاص، يعني ابتدت تميل عليا كده وعاجبني. المهم اه وصلت منها المعلومات؟ لا لحد دلوقتي لسه. مستنيه يا بني ادم. البت نبيها يا راجل بيه، لو قلت لها كل حاجه قفش كده هتكشفنا. ما سمعتش اي حاجه من محمود بخصوص الشركه او العمال؟ لا. اتفضل يا عمي. اتفضل. لأول مرة في حياتي بحس إن أنا كبرت وبقيت عاجز، إيديا متكتفة مش قادر أعمل حاجة. ممكن تهدى يا عمي، أنت عملت اللي عليك وزياد. عملت اللي عليا؟ تفتكر العمال بيقولوا كده؟ ولا بيقولوا محمود بيه بعد ما كبر مش قادر يحل مشاكل المصنع بتاعه؟ ويا ريت يكونوا بيقولوا كده وبس. ده تلاقيهم دلوقتي بيقولوا محمود بيه الراجل المحترم الكبير بعد ما عجز بقى جبان. بيضرب العمال بتوعه من تحت الحزام علشان بيطالبوا بحقوقهم. ويا ريت على قد كده وبس. ده مش بعيد يكونوا فاكرين ان انا السبب في كل اللي حصل ده. ليه لا؟ ما انا قلت لهم فضوا الوزارات بتاعتكم واستنوا ردي. كان ردي ايه؟ اتنين منهم بين الحياه والموت. يا عمي انت كده بتحمل نفسك فوق طايتها. انا خلاص ما عدتش قادر اعمل حاجه خالص، ماليش قادر احمي عمالي ولا قادر احمي بنتي ولا اولادها.
وصايع ضايع ماشي برطح في البيت على حريته ومش قادر اتصرف مش قادر اعمل حاجه. ارجوك يا عمي ما تأنفش نفسك اكتر من كده. انا عارف ان كل اللي حصل ده مرهق ذهنيا وعاطفيا لحضرتك، بس انا عايز اقول لك على حاجه، اللي غلط مصيره هيقع وقريب قوي. يلا يا عمي اتفضل اتفضل. المهم يعني بعد اللي حكيتيه ده عايزه تتجوزيه ولا لا؟ متلخبطه يا داليا ومش عارفه اخد قرار. خدي وقتك في التفكير يا لينا. المساله مش وقت يا داليا خالص. انا مش حاسه ناحيه مالك اللي كنت فاكره نفسي ان انا هحسه ناحيه الراجل اللي انا عايزه اتجوزه. وفي نفس الوقت خايفه ان فكره الشخص اللي انا مستنياه تبقى مجرد فكره ساذجه ومش موجوده. ومش عايزه العقل والمنطق يخلوني ارضى بجوازه اندم عليها بقيه حياتي. انت ايه رايك؟ بصراحه طالما انت لسه محتاره يبقى رايي هيزود حيرتك اكتر. انت لازم تعملي اللي انت عايزاه من غير ما حد يقول لك لازم تعملي ايه او ما تعمليش ايه. لو سمحت يا استاذه لينا، عندي اوامر من مستر فريد ان افتش المكتب والشنطه اللي مع حضرتك. ايه اللي انت بتقوله ده؟ حضرتك في فلوس اتسرقت النهارده من الشركه، والتعليمات اللي عندي ان كل اللي موجودين النهارده هيتفتشوا. انت جرى لمخك حاجه؟ يعني فلوس الشركه تتسرق تيجي تفتش بنت صاحب الشركه؟ مش مشكلة يا داليا، بالعكس الموضوع حساس قوي بالنسبة للموظفين، بس لو عرفوا ان انا كمان هتفتش هيبقى الموضوع اهدى شوية. اهلا 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 يا كمال. ازيك يا لهام؟ الحمد لله. ايه يا بابا مالك؟ في حاجة حصلت؟ لا ابدا مفيش اي حاجة، اصلنا رحنا زورنا واحد من العمال العيانين، وانت عارف عمي بقى بيتأثر قوي بالحاجات دي. طب يا كمال معلش هسيبك ورايح شوية. اتفضل يا عم اتفضل. اتفضل يا كمال اتفضل. عملت لي ايه في الموضوع اللي قلت لك عليه؟ انهي موضوع؟ جمعية اطفال الشوارع، انت نسيت ولا ايه؟ هبعت لك ميل فيه كل الاوراق المطلوبة، ولو احتجت مساعدة هكون معك. ميرسي يا كمال. على فكرة أنا لقيت شريك في المشروع ده. معقولة؟ يبقى مين ده؟ كلاينت من بتوع السنتر اسمه أسامة. فاكر اللي وقف معايا يوم العمال اتهجموا عليا في السنتر؟ هو ده. أيوه أيوه أيوه. تعرفيه من زمان؟ أبداً من كام شهر. يعني معرفتك بيه قوية لدرجة إنك تدخليه معاك شريك؟ كمال ده عمل خيري. يعني مش مشروع تجاري فيه مكسب وخسارة. برضو يا إلهام أنا ما أمنش إن أي حد غريب يدخل معاك شريك. الله أعلم هو بيفكر في إيه ولا داخل الموضوع ده لأنه غرض. مفيش فايدة فيك يا كمال، شغلك في البوليس والمحاماة خلاك تشك في كل الناس. شوف يا إلهام أنا مقتنع تماما إن مفيش أي حد بيعمل أي حاجة إلا لما يكون مستني من وراها مقابل. فإيه بقى المقابل اللي مستنيه من ورا الشراكة دي؟ مقابل معنوي، انه يساعد اطفال الشوارع اللي محتاجين رعاية. ده مش كفاية؟ يمكن، بس يكون افضل بقى لو جبتلي اسمه بالكامل عشان اتحرى عنه قبل ما تبتدي اي اجراءات. حاضر. من ساعة موضوع السرقة ده ما حصل والشركة كلها مقلوبة. موضوع غريب قوي صراحة. الموضوع ده اول مرة يحصل ولا حصل قبل كده؟ اول مرة تحصل من ساعة ما تعينت. مساء الخير يا فندم. مساء النور. مساء النور. عندي تعليمات اني افتش المكتب. اتفضل شوف شغلك. بعد اذن حضرتك ممكن افتش الشنطه؟ اتفضل. الفلوس دي بتاعت حضرتك؟ لا ما اعرفش. اتفضلي معانا على مكتب فريد بيه. يعني ايه يعني انت بتتهمني؟ حضرتك يا فندم دي اوامر انا اسف. خلاص ما تقلقيش انا معاكي.
بس اكيد في حاجه غلط يعني. قولي لنا ايه اللي حصل بالظبط؟ وانا وعدك انك تخرجي من الشركه من غير قلق ولا شوشره. ما عنديش اي تعليق على اللي حصل، والموضوع ده اكيد في حد وراه علشان يحطني في الموقف ده. طب والحد ده هو برضه اللي خلاك تتاخري في الشركه؟ الامن بيقول ان انت مشيتي بعد الساعه 10. ايوه انا كان عندي شغل كان لازم يخلص عادي يعني. طب ده ليه يا حبيبتي؟ كان في حد غيرك في الشركه؟ ايوه كان في حد. حد مين؟ من الامن؟ مش عارفه، انا سمعت صوت رنه موبايل لحد ما طلعت اشوف مين كان اختفى. في حد كان في الشركه لحد وقت متاخر غير الانسه داليا؟ لا يا فريد بيه، ما كانش في غيرها في الشركه. ازاي ما كانش في حد؟ انا متاكده ان كان في حد. طب خلاص روح انت دلوقتي، روح. داليا انا لما سمعت اللي حصل ده انا ما صدقتش ابدا انك ممكن تعملي حاجه زي كده. بس بعد ما سمعت منك كلام مش مقنع وما يتصدقش. انت مش معانا من النهارده. وما تستنيش ان الشركه تديك شهاده خبره او جواب بمده العمل هنا. وكويس قوي ان احنا ما بلغناش البوليس، وده علشان العلاقه اللي بين جدك ومحمود بيه. أنا مستحيل أصدق إن داليا ممكن تعمل حاجة زي كده. للأسف اللي عند داليا ده سرقة من النوع المرضي. في ناس من عائلات غنية ومحترمة وعندهم نفس المرض. حبيبتي أنا عارف إن الموضوع صادم بالنسبة لك أوي، بس ساعات بنتخدع في ناس تبقى متهيئة لنا إن إحنا عارفين عنهم كل حاجة لحد ما يحصل موقف نكتشف ان احنا ما كناش عارفين عنهم اي حاجه. طب انت مصربعه على لما حاجتك ليه بس؟ ده حوار وهيخلص وهترجعي شغلك تاني. انا مش مصدقه ان حد ممكن يحطني في الموقف ده ولا يتهمني اتهام زي ده اصلا. طب ما تقوليش بس على نفسك كده يا بابا. انا متاكد مليون المية انك ما عملتيش حاجه اساسا. ده انا بجد هتجنن، ازاي فلوس الزفت دي وصلت شنطتك؟ داليا انا اسفه، انا ما قصدتش اللي انت فاهماه. داليا لينا، هو انت بجد شاكه ان داليا اللي سرقت؟ علي انت مش اقرب مني لداليا. يعني ايه يعني؟ مش فاهم. يعني ما تحسسنيش انك متعاطف معاها اكتر مني. انا ما قلتش كده. وانا ما طلبتش غير تفسير لحاجات انا مش فاهماها. ايه اللي يخليها تقعد في الشركه الوقت متاخر مع العلم انها عمرها ما عملت ده؟ ليه بتقولي ان كان في حد في الشركه ومشرف الامن بيقول ان مفيش؟ ايه اللي جاب الفلوس لشنطتها؟ كل الحاجات دي مش عايز نسال؟ لو صاحبتك بجد مش هتسالي، ولو كل الادله ضدها برضه مش هتشك فيها. علي هو انت واخد صفها ضدي؟ انا مش واخد صف حد، انا واخد صف الحق. واللي بقوله ده هو الصح والاصول يا لينا. يا دي هم وكفاح. البركة فيكي. لا البركة في فريد. أنا ما عملتش حاجة، أنا كل اللي أنا عملته إني نفذت اللي أنتوا اتفقتوا عليه. بس بصراحة الأداء يكفئ كل التوقعات، أنا صدقتك. يبقى أستاهل المكافأة. وأنا مكافئتي بقى إن مكانها اللي فيدي ده يبقى من حقي. أنا بصراحة نفسي أوي تعيني مديرة الإتش آر. هعمل لك كل اللي أنت عايزاه، بس اصبري شوية. عشان الحكاية دي مش طبيعية. كنت عاوز بس اتكلم مع حضرتك شويه. وايه اللي بيحصل مع داليا ده بقى حضرتك؟ مفيش، واحده حراميه واتكشف الحكايه خلصت. هو
بس انا اتعاملت مع حراميه كتير يعني المؤاخذه يعني اعرفهم كويس، بس ده ليه مش ممكن تسرق؟ ايه ده؟ هو انا زقتك عليها عشان توقعها فهي اللي وقعتك ولا ايه؟ لا يا باشا، مفيش حد وقعني يا باشا. على العموم عادي، انت ممكن تقدم لها وتتجوزها. صحيح يعني هي مريضه بمرض السرقه، بس ده ما يمنعش انها من عيله كبيره وممكن ترفعك لفوق. بس سؤال بقى، هي هترضى بيك لما تعرف ان انت مش من عيله الرفاعي؟ باشا انا عارف مقامي كويس. لا انت لو عارف مقامك ما كنتش تتجرأ وتتكلم معايا بالطريقه دي وتسالني ايه اللي حصل لداليا. يا ابني انا كنت كملت معانا المشروع، ايه اللي سوى حاجه التسويحه دي؟ خلاص بقى. بقول لك ايه، شفت صور ساندي جديده على انستجرام؟ ايه الحوار ده؟ ليه؟ عاديه هي. بس صعبه. مش كنت بصيتها لحد فينا؟ امسك. الو يا ليلى. تمام بجد؟ طب حلو، حلو قوي، ماشي. وظبطتي مع الجروب كله؟ طيب اوكي ماشي. ايوه هقابلكم في نفس المكان. ماشي. اقرب. قاعد جنبي اهو بيكلم ليلى. طب هشوفك الجمعة بقى. باي باي. باي يا بودي اهو معاكي، امسكي. نعم. ايه ده؟ وانت هتقولي لي اكلم مين وما اكلمش مين؟ بقول لك اقفلي اقفلي. وانت يعني كان لازم تقول لها انا بكلم مين؟ اكدب يعني؟ ما تكدب يعني. ما علينا، خلينا في المهم بقى. تصميم الجمعة، ها؟ هتكلم صاحبك اللي هنأجر منه الكاميرات والإضاءة ولا هتلبسنا زي كل مرة؟ تصدق أنا غلطان إن أنا قلت لك أتصرف من الأول؟ إيه لولو ده؟ أنت هتقفش. خلاص يا عم، خلاص كلمه، كلمه بس نأمن عليه قبل ما نروح. يلا. ألو. أخبارك إيه يا معلم؟ أنت متأكد إن أنت عايز تعمل البروجيكت؟ شوف، تسأل ليه؟ هو بصراحة أنا مش عايز أحبطك. بس اكيد اللي بتعمله ليلى والجروب بتاعها مش واو لدرجه ان انت تعمل بروجكت عنه. بس يا يوسف والنبي، بس المشروع ده هينجح وهتشوف. انا بقول رايي بس. دن كلمت كل حاجه اتظبطت خالص. مش مرتاح لك، مش عارف ليه. انت بتبص لي كده ليه يا ابني انت؟ انا غلطان والله. انت هتعمل ايه؟ انا اكلم جيمي بقى اتصرف. لا لا لا، خلاص خلاص خلاص، واثق فيك والله. خلاص يا عم، خلاص. في ايه؟ انت ازاي ترفد داليا من الشركه من غير ما تقول لي؟ طب ممكن بس نقعد يا عم اشرح لك اللي حصل؟ انا مش عايز اقعد يا عم. داليا سرقت وظبطنا الفلوس المسروقه معاها. لا يمكن اصدق الكلام الفارغ ده. داليا تسرق ليه؟ انا زي حضرتك بالظبط، ما كنتش اتخيل ان ممكن داليا تسرق، بس ده اللي حصل. ظبطناها متلبسه، كان لازم اخد موقف قدام الموظفين. يا اما حاجه زي كده ممكن تتكرر كل شويه لو مفيش ردع لكده. فين انت كمان؟ بتبص لي كده ليه؟ هو في ايه يا ابني؟ ايه اللي حصل؟ مفيش حاجة، هفوز شوية مشاكل في الشركة بس. يا لينا لسه ما جاتش؟ لا لسه ما جاتش. فكرة السينما كانت حلوة قوي النهاردة. واضح إن الفيلم عجبك. عجبني قوي. أنت مش فاهم غير لي المود الوحش اللي أنا كنت فيه إزاي. أنا مبسوط إن أنت فكيتي شوية. وبعدين أنا اكتشفت حاجة بقى. أنا اكتشفت إن مفيش حاجة ممكن تأثر عليا وتشقلب لي حياتي كلها غير إن أنا أشوفك مش مبسوطة. على قد ما أنا قلقت عليك النهاردة لما جيتي لي المكتب، على قد ما فرحت. فرحت إن أول واحد جه في دماغك تروحي له لما حسيت إن أنت مخنوقة ومتضايقة. ملك، هو أنت حقيقي بتحبني؟ أنت شايفة إيه؟
حقك عليا يا بنتي، انا حاسس بيكي وبالالم اللي انت فيه. شويه وقت وابقى كويسه ان شاء الله. بس انا مش هسكت، انا من بكره الصبح هطلع قرار انك ترجعي تاني الشغل في الشركه. انا اسفه يا مستر محمود، مش هقدر، خصوصا بعد الموقف اللي انا اتحطيت فيه قدام كل الموظفين. فاهم يا بنتي. طب وانت ناوي تعملي ايه؟ محتاجه اهدى الاول عشان اعرف افكر. دي تقارير لقيتها في مكتب فريد، بس واضح كده ان هو كان عامل حسابي، ما لقيتش فيها اي حاجه من اللي بندور عليها. اما التقارير دي لقيتها في المعمل، تقارير دكتور جمال عن اضرار ماده اسمها، حضرتك هتلاقي اسم الماده، بس واضح ان هي ماده خطيره. طبعا انا اسفه ان انا ما قدرتش اجمع حاجات اكتر من كده. انا يا بنتي اللي اسف ان حطيتك في موقف زي ده. دي اقل حاجه اعملها تجاه حضرتك وتجاه الشركه. انا بتصل بيكي عشان اعرف اخبارك ايه، وانت من وقت للتاني بتتصلي بيا عشان اطمن عليكي. حاضر، بعد اذن حضرتك. اتفضلي يا بنتي. قوي يا ملك، انا اتبسطت قوي النهارده. ده انا اللي المفروض اشكرك، انا اتبسطت اكتر. لينا، مش عايز يعني ابقى بزن عليك وكده، بس انا هتجنن واعرف ردك في الموضوع اللي كلمتك فيه. اتفضلي انزلي. ايه يا علي، في ايه؟ لا مفيش حاجه خالص. ايه يا علي، ما تقلق. بس يا انا ما عنديش انا اخوات يركبوا عربيات مع راجل غريب. ملك مش غريب يا علي، ملك يبقى خطيبي. والزرعة دي كمان تلفت، انا هشيلها. انا مش مصدقة ازاي الحاجة باظت كده بسرعة. معلش، نشكر ربنا ان هو سترها عشان ما يعدوش بقية الزرعة. فين عطية ورزق؟ اتأخروا ليه لغاية دلوقتي؟ انا عارفة، طلبية اللي هما بيوصلوها بعيدة شوية، تلاقيش زمانهم جايين. مساء الخير. مساء النور. ايه ده؟ لو سمحتي، انا كنت عاوز البنت اللي شغالة معاكي هنا. استاذ اسامة، فيش بنات هنا غيري شغالة في الماستر. لا، بنت بشوشة كده وزي القمر، اسمها سارة. دايما بتقابلني كده بابتسامة حلوة قوي. هي ما جاتش النهاردة؟ لا، هي جت، كانت مبتسمة كالعادة الصبح، بس احنا جينا زي ما حضرتك شايف، لقينا في شوية مشاكل في الزرع، كلنا مشدودين من ساعتها. انا اسفة بجد لو كنت استقبلت حضرتك بطريقة مش لطيفة. لا لا لا، مفيش داعي للأسف. انا اذنك. يلا. أظن النهاردة مش يوم مناسب نتكلم في تفاصيل المشروع. يا نهار أبيض، أنا أسفة، أنا أسفة جدا إن أنا نسيت ميعادنا، بس غصب عني أنا جيت لقيت في مشاكل في الزرع، بس إحنا فيها، ممكن نحدد ميعاد تاني. أوكي. سوري. إلهام، أنا آسف، أنا في حاجة عاوز أقولها لك، مع إني عارف إن المفروض ما أقولهاش، بس أنا بجد ما بقيتش قادر أخفي مشاعري ناحيتك. حاولت كتير جدا ومش عارف، أنا مش عارف أعمل إيه عشان أبطل أفكر فيك ليل ونهار. أنا كل يوم بنزل من البيت وبركب العربية، ولا إراديا بلاقي نفسي سايق لغاية هنا، وبركن بعيد وبقعد بستنى بالساعات عشان بس أقدر أشوفك شوية. أنا عارف إنك متجوزة، وعارف إني المفروض ما أقولش الكلام ده، بس أنا بجد ما بقتش قادر أخبي أكتر من كده. باشمهندس أسامة، أنا مش بس هعتبر إن أنت ما قلتش الكلام ده، أنا هعتبر كمان إن أنت ما جيتش النهاردة. ولو حضرتك مش فاهم إن علاقتنا علاقة شغل وبس، فبيتهيألي تدور على مشتل تاني تتعامل معاه. إلهام، معلش، أنا آسف، حقك عليا. أنا عارف إني المفروض ما أقولش الكلام ده، وأوعدك مش هقوله تاني، بس أرجوكي خلي الشغل اللي ما بيننا على الأقل قايم. أنا مش عارف أتعامل مع أي حد تاني. للأسف ما أقدرش أوعدك بحاجة زي كده، وبيتهيألي تتفضل دلوقتي عشان أنا مش عايزة الحوار ده يطول أكتر من كده.
للأسف ما عرفتش أميل دماغ الهام. الدخلة اللي دخلتها عليها دي ولا فرقت معاها.